جدوا ناتج قسمة 6.3 على 0.25 فكروا بطريقة لإعادة كتابة العددين. بدلًا من القسمة على 25 جزءًا من 100، يمكنكم القسمة على رقم صحيح، مثل 25. كيف يمكنكم تحويل 25 جزءًا من 100 إلى 25؟ اذا ضربتم في العدد عشره لمره واحده فان الفاصله العشريه تنتقل مره واحده الى اليمين واذا ضربتم في عشره مرتين تنتقلون مرتين الى اليمين الخمسه وعشرون من مئه تصبح خمسه وعشرون ضربتموها في عشره مرتين اي انكم ضربتموها في مئه عليكم أن تضربوا هذا العدد في 100 أيضًا كي لا تتغير قيمة التعبير. إذا حركتم الفاصلة العشرية مرتين إلى اليمين هنا، يجب أن تحركوا الفاصلة العشرية مرتين إلى اليمين هنا أيضًا. إذا نقلتموها إلى اليمين مرة، تحصلون على العدد 63. وهذا نتيجة الضرب مرة واحدة في العدد عشرة. والآن تريدون نقله إلى اليمين مرة أخرى. وقد تظنون أنه بسبب عدم وجود أي أعداد أخرى هنا، لن تستطيعوا تحريكها إلى اليمين. لكن تذكروا أن العدد 6.3 هو نفسه 6.30، ويمكنكم إضافة أي عدد من الأصفار إلى نهاية العدد هنا، دون تغيير القيمة. فالعدد لا يزال 6.3 لاحظوا أن 6 و 3 أعشار يساوي 36 جزءا من 100 الآن يمكنكم تحريك الفاصلة العشرية إلى اليمين مرة أخرى اضربوا بالعدد 10 مرة أخرى والناتج 630 ستة ثلاثة تقسيم صفر وعشرون يعطيكم نفس ناتج تقسيم 630 وثلاثون على خمسة وعشرون اكتبوا صفر فاصلة خمسة وعشرون مقسومة على ستة فاصلة ثلاثة تريدون نقل الفاصلة العشرية إلى اليمين بحيث يصبح هذا عدداً صحيحاً ثم لا بد من نقل هذه الفاصلة نفس عدد المرات إلى اليمين الهدف هو جعل هذا العدد عدداً صحيحاً إذا نقلتم الفاصلة منزلتين إلى اليمين واحد اثنان العدد صفر فاصلة خمسة وعشرين يصبح خمسة وعشرين وستة فاصلة ثلاثة يصبح ستمائة وثلاثين. تقسمون الآن عددا مكونا من رقمين على عدد مكون من ثلاثة أرقام. كم مرة يتكرر العدد خمسة وعشرين في الستة؟ ولا مرة. كم مرة يتكرر الخمسة وعشرين في الثلاثة وستين؟ خمسة وعشرين في اثنان يساوي خمسين. خمسة وعشرين في ثلاثة يساوي خمسة وسبعين، وهذا أكثر من ثلاثة وستين، لذلك اختاروا اثنان؛ اثنان ضرب خمسة وعشرين يساوي خمسين، إطرحوا الآن: ثلاثة ناقص صفر، يساوي ثلاثة، ستة ناقص خمسة، يساوي واحد، والآن.. أنزل الرقم في المنزلة التالية: أنزل هذا الصفر. كم مرة يتكرر العدد (25) في (130)؟ (25) ضرب 4 يساوي 100، (25) ضرب 5 يساوي 125، (25) ضرب 6 يساوي 150 وهذا أكثر من مئة وثلاثين اضربوا بخمسة إذا اضربوا خمسة وعشرين في خمسة خمسة ضرب خمسة يساوي خمسة وعشرين خمسة هنا واثنان باليد خمسة ضرب اثنان يساوي عشرة زائد اثنان يساوي اثنا عشر والآن يمكنكم الطرح 130 ناقص 125 يساوي 5 أو يمكنكم الاستلاف إن أردتم الحل خطوة بخطوة استلفوا 10 من هناك وضعوها في منزلة الآحاد هذا يصبح 10 10 ناقص 5 يساوي 5 ما زال لديكم باق لذا أنزلوا صفراً آخر انتبهوا لا تستطيعون إضافة صفر هناك هكذا لأن هذا يغير الستمائة وثلاثون إلى ستة آلاف وثلاثمائة إذن عليكم إضافة الصفر بعد الفاصلة العشرية ستمائة وثلاثون يساوي 630.0 صفر وإذا أضفتم فاصلة عشرية هناك عليكم وضع الفاصلة العشرية في هذا العدد فوقها تماما أنزل هذا الصفر الآن تصبح هذه خمسون كم مرة يتكرر العدد خمسة وعشرون في الخمسون؟ يتكرر مرتين اثنان ضرب خمسة وعشرون يساوي خمسون اطرحوا الآن الباقي هو صفر لم يتبقى لديكم أي أرقام لتنزلوها إلا الأصفار والباقي هو صفر وهكذا تكونون انتهيتم من عملية القسمة تماما ستمائة وثلاثون تقسيم خمسة وعشرون يساوي

يساوي خمسه وعشرون فاصل اثنان